نطل بكم خلال هذه الحلقة من نوافذ دمشقية على مضايا حرب التجويع والموت البطيء. من حقي أن أتعلم، صرخة أطفال الغوطة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ مشاهدين الكرام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية باستعراض أهم الأحداث الميدانية في دمشق وريفها خلال الأسبوع الماضي. الأربعاء، اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهات منطقة المرج وسط خسائر بشرية في صفوف الميليشيا. 5 شهداء وأكثر من 100 جريح جراء غارات جوية روسية على مدينة دوما. الثوار يقصفون بالقذائف فوج القوات الخاصة في ضاحية حرستا ويوقعون قتلى وجرحى من شبيحة الأسد. اشتباكات متقطعة بين الثوار والميليشيات الشيعية على جبهة البيرقدار في بلدة بابيلا بالريف الجنوبي. الخميس، اشتباكات متقطعة على أطراف مخيم اليرموك بين الثوار وميليشيا الأسد. تواصل اشتباكات جبهات المرج بالغوطة الشرقية، والثوار يقتلون 20 عنصراً من ميليشيا الأسد ويستعيدون نقاطاً مهمة. الثوار يقصفون بالمدفعية معاقل الأسد على جبهة أربين ويحققون إصابات مباشرة. ميليشيا الأسد تقصف بلدة زبدين بصاروخ أرض أرض، استشهد جراءه طفل وسقط 5 جرحى. شهيد وعدد من الجرحى نتيجة قصف مدفعي على مدينة معظمية الشام بالغوطة الغربية. الجمعة، ميليشيا الأسد تقصف مدينة زملكة بصاروخ أرض أرض دون تسجيل إصابات بشرية. استشهاد شاب جراء انفجار لغم في طريقه لإدخال مساعدة غذائية إلى بلدة مضايا المحاصرة. السبت، ميليشيا الأسد تقصف بقذائف الدبابات منازل المدنيين في حي جوبر، والثوار يردون بقصف تحصينات لميليشيا الأسد في المنطقة. غرفة عمليات منطقة المرج تعلن قتل أكثر من 25 من عناصر الأسد أثناء محاولتهم التقدم في المنطقة. غارات جوية على دوما وحزة والريحان وحموريا أدت لارتقاء شهداء وسقوط جرحى. جرحى بينهم طفل جراء قصف بقذائف الهاون من قبل ميليشيا الأسد على الشيفونية. الأحد، الثوار يقصفون بالمدفعية دشمن لميليشيا الأسد على أطراف حي جوبر ويقتلون عددا منهم. الثوار يحبطون محاولة ميليشيا الأسد التقدم من الجهة الشمالية الغربية لدارية ويقتلون عددا من العناصر. ميليشيا الأسد تستهدف سيارات المدنيين على طريق خان الشيخ زاكيا بالرشاشات الثقيلة. استشهاد رجل وامرأة بسبب الجوع والبرد في بلدة مضايا المحاصرة. استشهاد امرأة حامل مع ابنتها وإصابة أخريات أثناء محاولتهن الهروب من بلدة مضايا المحاصرة جراء انفجار لغم مزروع من قبل ما يسمى حزب الله اللبناني. استشهاد شخص وأسر آخر وفقدان الاتصال مع 3 آخرين إثر كمين نصبه ما يسمى حزب الله أثناء محاولة مجموعة من الثوار الخروج من البلدة لإحضار مواد غذائية. الاثنين، الثوار يقتلون ضابطاً في الحرس الجمهوري ضمن عدد من قتلى ميليشيا الأسد على جبهات منطقة المرج. قصف مدفعي وجوي وصاروخي عنيف على دارية إثر فشل ميليشيا الأسد في اقتحام المدينة. وقد بث الناشطون خلال هذا الأسبوع مقاطع مصورة متنوعة للأحداث الميدانية والعسكرية، نتابع بعضا منها. الهداوة بتصور ويجي شوي على الناس.
قالت مصادر صحفية إن مدينة مضايا بريف دمشق والتي تضم حوالي 40,000 نسمة تشهد أكثر من 160 حالة إغماء يوميا بسبب سوء التغذية نتيجة الحصار المفروض عليها. يذكر أن مضايا تخضع لحصار كامل من قبل ميليشيا حزب الله اللبناني منذ أكثر من 7 شهور. أدى هذا الحصار لاستشهاد أكثر من 30 مدنيا نتيجة الجوع، ووصفت المصادر ما يحصل في مضايا بالكارثة الغذائية التي تتزامن مع برد قارص وعواصف ثلجية تضرب المنطقة، ما يزيد من مأساوية الوضع. ولم تجدي مناشدات الأهالي في التقليل من قسوة المشهد وسط صمت دولي مطبق. مرحبا عمو. عمو، فيك تحكي لي شو جاي عبالك يصير معك بالسنة الجديدة؟ جاي عبالي يفتح الطريق وناكل كل شيء. مثل شو؟ مثل الخبز، سندويش مقالي، كل شيء. هذا الشيء جاء عبالك يصير بالسنة الجديدة بمضايا؟ ماشي، شكرا لك. مرحبا يا عمو. شو اسمك انت؟ يا عمو، شو جاء عبالك بالسنة الجديدة؟ شكرا لك. شو بتقولي للعالم؟ قولي له سالمة. ماشي، وانت سالمة يا عمو. وللحديث في مأساة مضايا ينضم إلينا هنا في الأستوديو الأستاذ وسام المقري الناشط الإغاثي. حياكم الله أستاذ وسام. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. مضايا تحت سلاح التجويع. لا يكفي صراحة أن نقول مضايا تحت سلاح التجويع، مضايا تحت جميع أنواع الأسلحة، أو بالأحرى ما في داعي ندور لإسم، لأنه يكفي أن تقول مضايا لتعبر عن مأساة. مضايا صراحة يعني أنا كدمشقي لي ذكريات، وكل دمشقي له فيها ذكريات كبيرة، بنحس بغصة كتير قوية لما بنعرف انه مضايا صار فيها اللي صار حاليا. بشكل مختصر، مضايا طبعا ضمن منطقة الزمداني، ضمن محافظة ريف دمشق. مضايا كل الدمشقيين بيعرفوا شو يعني مضايا. مضايا بقين، الزمداني، بالودان، من ضمن المناطق اللي كلياتنا عشنا فيها واكلنا من خيراتها وشربنا من ميتها لا تنسى. يعني الوضع حاليا في مضايا مثل ما ذكرنا مأساوي جدا، يعني يصل إلى حد أنك تموت من الجوع، هذا آخر ما يقال عن المأساة صراحة. نعم. متى بدأ الحصار بالنسبة لمضايا وما يحيط بمضايا بعض المناطق الأخرى؟ حاليا الحصار بمضايا تقريبا 7 شهور، عم نحكي على 200 يوم. طبعا وصل اللانظام ميليشيات حزب الله توصلوا لمرحلة الحصار بعد أن فقدوا الأمل بأنه يسيطروا على المنطقة. يعني جربوا جميع أنواع الأسلحة، حاولوا الدخول للمنطقة عدة مرات، إنما يعني فقدوا الأمل، وصلوا لمرحلة الحصار، وصلوا لمرحلة الجوع أو الركوع، هذا آخر ما قيل من النظام. نعم. ورسالة كانت واضحة جدا. في مضايا الآن عم نحكي على حوالي 40,000 إنسان، أطفال، نساء، رجال، بعض منهم من اللي طلعوا من الزمداني، من ضمن الاتفاقية الأخيرة طلعوا من الزمداني، لجأوا لمضايا، دخلوا ضمن الحصار المطبق حاليا على مضايا. نعم. يعني في ظروف الحصار حول مضايا تحديدا، هناك أمر لافت جدا ربما لم تتعرض له مناطق أخرى محاصرة، وهو موضوع الألغام المحيطة أيضا. نعم. في نعم. هذه المدن سمعنا عن أكثر من حادثة. صحيح. لتعرض المدنيين للألغام. نعم، سواء المدنيين اللي عم بيحاولوا يطلعوا يعني هروبا من الجوع، أو الناس اللي عم بتحاول تدخل معونات للداخل، الطرفين الداخل أو الخارج عم يتعرضوا لألغام في حال ما يتعرضوا للقتل المباشر من الجيش المحاصر لمنطقة. نعم. مضايا. نعم، فالواضح تماما هي رسالة واضحة لكل المناطق السورية بشكل عام. يعني مثل ما كانت الحكاية السورية، خلينا نقول حكاية الثورة السورية، كانت رسالة لكل العالم
انه شوفوا اي واحد بده يسترجي يطلع هيك بده يصير فيه. هاي منطقة مضايا رسالة لجميع المناطق المحاصرة الثانية، اذا ما ركعتوا حتموتوا من الجوع. نعم. فهذا واضح تماما هاي الرسالة، وللأسف يعني المفروض لحنا نلاقي حلول لهالرسالة. عم نتجاوب انما بنتجاوب بالحكي. نعم. فالرسالة عم تمشي وعم بيقدر ينفذها النظام لانه ما عم يلاقي حدا يوقفه عند حد يعني. نعم. يعني الان وصلت مرحلة الجوع باهالي مضايا وما يحيط نعم. بمضايا الى مرحلة متقدمة جدا، بحيث يتم أكل وطبخ الحشائش وغيرها. نعم يعني الآن نحن مقبلون على شتاء، أو بالأحرى بدأ الشتاء حقيقة. بدأ الشتاء واختفت الحشائش. نعم. يعني حتى الطعام اللي كانوا يلاقوا فيه المنفذ لإلهم اختفى، فصاروا يلجأوا للحيوانات الله يكرمكم. يعني القطط الآن سمعنا بأكل القطط، ولا ما فيها نعتب لأنه الجائع خلص يعني ما عاد يعرف شو يعمل، بده يأكل، بده يشبع، فممكن يأكل أي شيء. نعم. يعني حتى سمعنا انه عم بياكلوا اغذيه متسممه، اغذيه منتهيه الصلاحيه. انا وصلت لمرحله جوعان، جوعان خلص، ما في تفكير اني افكر والله شو الاكل المناسب واللي مو مناسب، ما عندي خيارات، فما حفكر والله هذا بينفعني ولا بيضرني، لا المهم اني اكل. نعم. يعني بعيدا عن الشان العسكري وامكانيه الحسم العسكري لفك الحصار عن مضايا، ما هي الامكانيات المتاحه الان لإدخال مساعدات إلى أهل مضايا؟ والله يفترض أنه في اتفاقيات من الأمم المتحدة، ويفترض أنه في قوافل لازم تدخل على حسب الاتفاقيات اللي صارت ما بين جيش الفتح والنظام، المفترض أنه تدخل بعض القوافل. إنما الأمم المتحدة بتقول عم ننتظر موافقة النظام، يعني أنت عم تأخذ موافقة القاتل بأنك تدخل طعام للمنوي قتله، يعني شيء هذا صراحة غريب. نعم. غريب. ما المفروض، ما هو دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب؟ يفترض فك الحصار، عمل جسر جوي لجميع المناطق المحاصرة، مو بس مضايا، احنا ما عم نحكي على مضايا حاليا انما هي نموذج يعني قضية الساعة. نعم مضايا، انما جميع المناطق المحاصرة يجب ان يفك الحصار، احنا عم نحكي على اناس مدنيين محاصرين لغرض قتلهم، يعني رسالة كتير واضحة، فمفروض بدون ما نحكي لحنا يعني هي مسؤولية قانونية للأمم المتحدة اللي هي المفروض عاملة مسؤولية عن العالم، وانه كل شيء تحت انظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. طيب وينكم عن سوريا؟ تركين هذا الشعب يعربد به ليش؟ نعم. ما عم نفهم. نعم. لو ذهبنا إلى إطار أضيق، مجموعة إطار أصدقاء أضيق. الشعب السوري يعني للأسف هذول لازم نقول لهم يعني مشان يعرفوا ترجموها، يمكن نقول لهم يا بالعربية الفصحى كفى، اكتفينا من مؤتمراتكم، اكتفينا من بياناتكم التي لا تطعمنا ولا تشبعنا ولا تؤوينا ولا تقينا شر الصيف ولا شر الشتاء، المفروض أن تعملوا، كان تكونوا أصدقاء سوريا قولا وعملا. هذا وقتهم، هذا الوقت اللي لازم فيه نلاقي فيه أصدقاء سوريا. الصديق وقت الضيق، نحن في الضيق. ما هي رسالتك لأهالي دمشق وأهالي ريف دمشق في هذه المحنة التي تعيشها مضايا؟ صراحة خليني استثني أهالي ريف دمشق من الرسالة، لأنه ريف دمشق يعتبر ثاني منطقة منكوبة في سوريا بعد منطقة حلب، ف ما بنعتب عليهم ابدا ولا بنوجه لهم اي رسائل، انما نحن اللي لازم نعينهم الله يكون معهم. رسالتي موجهه الى اهل دمشق سواء في دمشق او في خارجها، وتحديدا خلينا نكون اشد برسالتنا للدمشقيين الذين في الخارج. يعني اذا هلا ما بينتوا، اذا هلا ما بين وقفتكم مع اهل مضايا، امتى لازم تبين؟ ومثل ما حكيت لك بالبدايه، نحن كدمشقيين جميعنا إلنا ذكريات في مضايا، وإلنا تاريخ في مضايا، وإلنا أكلين من خيرات مضايا. إذا مضايا هلأ وسكان مضايا ما لقوا منا الرد، ما لقوا منا أنه نوقف جنبهم، إمتى بدهم يانا؟ ما بحاجتنا. هن أساساً أناس ما شاء الله، يعني مضايا منطقة مكتفية بحد ذاتها وبخيراتها، فما بدهم يانا بعد هيك. هذا الوقت اللي لازم نحن نوقف معهم. بالنسبة لأهالي دمشق في الداخل، أنا بعرف طبعاً يعني الحياة في دمشق صارت من أصعب الظروف صراحة الناس اللي عايشين في دمشق، إنما يعني مثل ما قامت الثورة، الموت والمذلة يمكن تكون رسالة شوي صعبة، بس يا أخي طيب حتى أنتم مذلولين، حتى أنتم عايشين بحياة صعبة، ليش متحملين؟ ما عم بعرف يعني أنه لأمتى المفروض أهل الشام، أهل العز، أهل الكرامة، وأنا بفتخر بقول أنا دمشقي، أنا شامي، وين هذا الفخر؟ ورجونا على الأرض ما نشوفه. يمكن الناس تقول أنا قاعد برا، بس لا مو هيك، يعني اعطونا طريق لنفوت لجوا لنشوف شو بدنا نسوي جوا. وسياتي الدور على الجميع مع الاسف، يعني النظام لا يوفر طبعاً احدا. طبعا يعني سواء سكتوا او تحركوا جايين الضرب، جايين الضرب.
فخلينا نموت موتة كرامة. نعم. بس. أشكرك جزيل الشكر الناشط الإغاثي الأستاذ وسام المقري، كنت ضيفنا في الأستوديو. الله يبارك فيك، وشكرا لفتح النافذة على مضايا. شكرا لكم. شكرا. حياكم الله. شكرا لكم. من حقي أن أتعلم، حملة أطلقها ناشطون مدنيون لتسليط الضوء على معاناة أطفال الغوطة الشرقية في الواقع التعليمي، ولرفع نسبة الوعي بأهمية هذا الجانب رغم المخاطر الحقيقية التي تهدد تجمعات الأطفال والطلاب من الغارات الأسدية الجوية منها والمدفعية والصاروخية. تقرير مراسلنا منصور أبو الخير. من حقي أن أتعلم، كلمات بسيطة هتف بها أطفال الغوطة الشرقية في وقفة احتجاجية يطالبون من خلالها بأدنى حق لهم وهو التعليم. من حق أبناء مدينتي أن يذهبوا إلى مدارسهم بأمان دون الخوف على حياتهم، هذا ما قالته مسؤولة الحملة. فالحملة كان أطلقناها كفعاليات نسائية بالتعاون مع مدير التربية بهدف تسليط الضوء إعلاميا على الوضع الإعلامي الوضع التعليمي في مدينة دوما. الهدف من الحملة هو التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وخاصة اليونيسيف، اليونيسكو مسؤول عن التعليم، لتأخذ دورة بشكل جدي في مدينة دوما لتمارس يعني حق أطفال مدينة دوما المهدور بالتعليم، إضافة حق الحياة عنا طبعا أكيد نحن فقدناه بشكل كامل بسبب القصف المستمر علينا، بس ايضا حق التعليم هو حق يعني اساسي عند الاطفال المدينه. فنحن هذا اللي الهدف الاساسي من الحمله هو نحن نقدر نساعد اطفال دوما ليستعيدوا حقهم بالتعليم ويكونوا معهم. تاتي هذه الوقفه بعد استمرار القصف على الاحياء السكنيه في الغوطة الشرقيه وخصيصا المدارس، حيث سجل استهداف اكثر من مدرسه في الغوطة بالقصف، فكان اخرها مجزرة بحق 8 أطفال كان ذنبهم الوحيد أنهم أبناء الغوطة. الآن نحن نرى معاناة الطلبة فيما يتعلق بالتعليم بالانقطاع عن المدارس، لكن هناك معاناة نفسية جدا. خرج الطلاب من المدرسة ورأوا المدرسات على الأرض جرحى، ورأوا أصدقائهم الأطفال في باحة المدرسة وقد قضوا نحبهم بأشلاء ممزقة، رأوا بعض الأعضاء مبتورة، أنا رأيت الأطفال كيف كانوا يركضون بحال الذعر وهلع شديد، صيحة الأطفال من حقي أن أتعلم، صيحة للعالم العربي والإسلامي وللعالم الحر في إنقاذ التعليم في الغوطة الشرقية. تعلو الصرخات من هذه الأرض المنكوبة منذرة ضمير العالم بالاستيقاظ لإنقاذ جيل تحفه المخاطر، فإما أن يحيا بجهل أو يموت على أدراج العلم. من الغوطة الشرقية، منصور أبو الخير، قناة حلب اليوم. وللحديث في هذا الملف ينضم إلينا من دوما رئيس مجلس إدارة معهد علم وعمل عبيدة الدبس. حياكم الله أخي عبيدة. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. بداية أستاذ الكريم، لو وضعتنا في صورة الواقع التعليمي في المناطق المحررة في سوريا عامة. نعم، حقيقة أخي الكريم، يعني النظام لا يذر وسيلة أو طريقة من أجل محاربة الشعب الذي نهض من أجل المطالب بحريته، حتى العملية التعليمية كان لها نصيب من هذه المحاربة. الوضع التعليمي بشكل عام وضع سيء، يعني هناك عدة معوقات وصعوبات تواجه العملية التعليمية، أهمها وضع الأمني، حيث أن القصف المستمر واستهداف المدارس، يعني ما لاحظناه مؤخرا أنه كان هناك استهداف مباشر للمدارس. أخي الكريم، آخر مجزرة حصلت كان في تاريخ 13/12، كان هناك استهداف لمدارس بشكل مباشر. نعم، هذا في الغوطة الشرقية نتحدث. نعم. الأمر المؤلم أخي الكريم أن هذه المدارس هي مدارس للحلقة الأولى والثانية، أي الصفوف الابتدائية. كان هناك عدد من الطلاب والطالبات الذين استشهدوا
هناك كان استشهاد لمديرة مدرسة أيضا. يعني تصور عندما يرى الطفل هذا المنظر أمامه وهو في سن مبكر، نعم. يعني من المستحيل أن ينسى هذا المنظر، وله ما له من تبعات. الأمور الأخرى أيضا، يعني حتى على مستوى موضوع الكتاب المدرسي، النظام يحاصر الغوطة منذ 3 سنوات، لكن هناك أمور يجب تحييدها عن الصراع. يعني الكتاب المدرسي لا يدخل إلى الطلاب، نحن طلابنا الآن يتعلمون بدون كتاب مدرسي. أستاذ الكريم، عداك ناهيك عن عدم توفر الوسائل التعليمية والمختبرات. نحن الآن في فصل الشتاء، وتعلم ما فصل الشتاء في الغوطة. في الجانب الأمني الذي ذكرت، بدون تدفئة. نعم، في الجانب الأمني الذي ذكرت أخي عبيدة، يعني في ظل هذه المخاطر التي تكتنف العملية التعليمية ومناطق تجمعات الطلاب والأطفال، ما مدى تخوف ويعني إقبال الأهالي على إرسال أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في ظل هذا الوضع؟ يعني ربما أصبح لدى سكان الغوطة الشرقية قناعة أن سلاح العلم هو السلاح الذي يمكنهم من البقاء. يعني عندما يكون هناك استهداف للمدارس، طبعا بعد يوم أو يومين يعود الأطفال لمدارسهم بشكل يعني متقطع، ليس بشكل منتظم كما هو الحال. طبعا بطبيعة الحال الآباء يعني لديهم الرغبة بتعليم أبنائهم، لكن أيضا هناك خوف على أبنائهم من عملية الاستهداف المباشر للمدارس. نعم، ذكرت قبل قليل أن كثير من هذه المدارس التي قُصفت كانت تضم يعني طلاب في المرحلة الابتدائية، ماذا عن المنقطعين دراسيا وقد وصلوا إلى مراحل معينة قبل الثورة؟ نعم أخي الكريم، المنقطع دراسيا كما يعرفه أهل الاختصاص هو كل من انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن عام. حقيقة حسب إحصائيات مديرية التربية والتعليم تجاوز نسبة المنقطعين دراسياً 25%، وهذا رقم ليس بالسهل. نحن في معهد علم وعمل أخذنا هذه الفئة وركزنا عليها. هناك عدة صعوبات تواجه المنقطع دراسياً. أولاً مرحلة العمر، حيث أنه تجاوز عمر المرحلة التعليمية، فبالتالي من الصعب أن يعود للاندماج مع الصفوف النظامية. الأمر الآخر أخي الكريم، معظمهم يعني يحمل مسؤولية أسرة، سواء بسبب وفاة المعيل، سواء بسبب إصابته، فهو يحمل مسؤولية الأسرة وهو يعمل. لذلك أوقات الدوام النظامي أيضا لا تساعده على العودة إلى الدراسة. قمنا في معهد علم وعمل بإنشاء شعب دراسية للشهادات الأساسية والثانوية، طبعا بأوقات تناسب الظروف المنقطعين دراسيا. الحمد لله رب العالمين، هناك يعني نتائج كانت جيدة في العام الماضي من الطلاب. طبعا طالب انقطع عن الدراسة لمدة تزيد عن 2 أو 3 سنوات، ثم يعود إلى مقاعد الدراسة، ويعني مو بس لم يحصل فقط علامة النجاح بل علامات متقدمة، فهذا يعتبر إنجاز. يعني هذا يعطينا أمل من خلال اطلاعك أن طلاب الغوطة الشرقية لا زالوا يضعون التعليم في مقدمة أولوياتهم. من خلال اطلاعك أخي عبيدة على الحملة التي أطلقت في الغوطة الشرقية تحت عنوان من حقي أن أتعلم، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الحملة؟ أخي الكريم، الحملة هدفها الأساسي هو لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية لواقع التعليم. يعني لا أدري هل هو تهميش متعمد من المنظمات الدولية لقطاع التعليم في الغوطة الشرقية وفي سوريا عامة، أم أنه غير مقصود. يعني حقيقة لم نرى أي تواجد لمنظمات اليونسكو اليونيسيف، يعني لم نرى أي تواجد على الأرض السورية بشكل عام، يعني وخصوصا المناطق الحرة. فكان الهدف من الحملة هو لفت أنظار العالم إلى ما نعانيه في ظروف التعليم، وتوجيه نداء يعني أقل ما يمكن. يعني الطفل هذا من حقه أن يتعلم، ألا يكفي أنه يعيش ضمن ظروف سيئة، ضمن ظروف الحرب، ضمن ظروف القصف، أيضا يفقد حقه في التعليم، فهذا أمر يعني صعب جدا. أشكرك جزيل الشكر رئيس مجلس إدارة معهد علم وعمل عبيدة الدبس، كنت معنا من دوما. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.